أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار المحلية لنهار اليوم. بداية، أعرب والي ولاية الطرف السيد بن عرعر حرفوش عن غضبه الشديد من العرض الذي قدمه رؤساء الدوائر حول ظروف الدخول المدرسية الذي وصفوه بالجيد والمميز، فيما قدم المسؤول التنفيذي عرضا مخالفا ومفصلا عن النقائص العديدة على مستوى المؤسسات التربوية والتي تنعكس سلبا على ظروف تمدرس التلاميذ. محمد راشد قباع والتفاصيل. مدرسة الشهيد سعد عين جمعة المرافق غير مهيئة انعدام الماء نعرف المكسر الماء ما قدرناش نجيبو حتى سيترنا ريزرفوار كبيرة بلا بليطة ونتكلمو على المقول مدرسة جيدة ابتدائية المعرف الذي يتشق انعدام ثلاجة للمطعم مطعمنا حبسوه على جال في الجدار هذا يعمل هذا ابتدائية بن حكام بن سبتي بلدية الطرف غاز بيطان مكانش المطعم راعي تاع غاز بيطان مكانش المطعم مرنوطي إذا كان هذه المعلومة خاطئة أجاوبوني إلا ما تلقى عرض ما كاينش ما كاينش لا راعي واش فيها مدرسة الشهيد بوتجه سعيدي بوتجه بلدية عين الكرمة مراحيض غير مجهزة إضافة إلى نقص في المياه الحشائش المضرة التي تشكل خطرا على التلاميذ الصح يحشي الإنسان حتى باش يتعود يجبر عليها لا كور هذه مش برا سيطلوا تراش عليكم أنا سيناكم تحت من يعمل ميدان من الفناء تعمل ميدان ونتكلموا على الأخر المدرسي مقبول ابتدائي 20 أوت بلدية الشق الصرف الصحي مشكل الصبورات طيبة طويلة يا ترى تلميذ المعلم هذاك اللي يعود تسمحوا لي بالكلمة وتسمحوا لي بالأخرى هذا عبد الله تلميذ مسلول يقول له دخول المدرسة في ظروف يجد عزلة كفانا جماعة الخير من كفانا من التقارير اللي ما عطات معنا شو غادي نديرو دو المسؤولين وش غادي نديرو كيف نتمارنا شو غادي نقعد نديرو ونتكلمو على الدخول المدرسي سمعنا كل الناس قال لك دخول مدرسي فات على احسن ما يرام وراه يقول لك راسي في لي زيكاتوار وراه يقول لك راسي في لي سكولار سي لا دوزيام هو الرئيس يتكلم على المطعم المدرسي خاصة في المناطق النائية النقل المدرسي والتدفئة هذا الحد الأدنى. وبالملف الأمني تواصل المصالح الأمنية بولاية وهران ردع مختلف أشكال الجريمة حيث تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات حيث تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 60 سنة وأسفر تتبع أفراد الشبكة عن الإطاحة بهم تباعا وحجز كمية من القنب الهندية قاربت 12 كيلوغرام ومبلغ مالي فاق 400 مليون سنتيم بالإضافة إلى مركبتين وخمسة هواتف نقالة تغطية الشرقي يوسف وهو لقدار. فرقة البحث والتدخل البيري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تواصل عمليتها النوعية بتفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة أوقعنا بهم في قضية التهريب الدولي للمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود نقل المخدرات باستعمال مركبة ذات محرك تخزينها لغرض المتاجرة فيها التهريب على درجة من الخطورة ماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية فبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة إرزيو جاءت نتائج العملية إيجابية وأسفرت عن حجز 11.5 كيلوغرام من الكيفي المعالج مبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 400 مليون سنتيم حجز خمسة هواتف نقالة ومركبتين كانت تستعمل في نقل وتوزيع وشحن
تلك السموم ليتم تحرير إجراء قضائي ضد السالف الذكر سيحالون بموجبه إلى تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الأرجاء من توقيف شخصين في العشرينيات من العمر كانا على متن سيارة من نوع رونو ميغان، ضبط بحوزتهما على 21 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري بقيمة 42,000 دينار جزائري تغطية حياة قزوز. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها في الوسط الحضري وعلى إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخصين بطرح أوراق نقدية للتداول ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني من فئة 2000 دينار جزائري في وسط مدينة الأرجام ولاية تيسمسيلة، على الفور قامت عناصر مصالحنا بأمن دائرة الأرجام بإعداد خطة محكمة من خلالها تم توقيف الشخصين المشبوهين على مستوى الحاجز الأمني الثابت، كان على متن مركبة سياحية من نوع رونو ميغان تحمل ترقيم ولاية مجاورة، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره 39,500,000 سنتيم. بعد عرض المبلغ المالي السالف الذكر على الخبرة تبين وجود مبلغ مالي قدره 4,200,000 سنتيم كلها من فئة الورقة النقدية 2000 دينار جزائري. عليه تم فتح تحقيق في القضية وإخطار السيد وكيل الجمهورية. كافة الإجراءات القانونية كانت تحت إشراف النيابة، وبعد استكمال ملف الإجراءات تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الأطراف والمحجوزات أمام نيابة محكمة برج بنعامة المختصة إقليميا. تمكنت مصالح أمن ولاية غردايا من إطاحة شبكة مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية، حيث تم حجز أكثر من 5,000 قرص مهلوس من نوع بريكابالين مع توقيف 3 أشخاص. المزيد في التفاصيل مع الزميل هشام اللعناق. نتائج هذه القضية جاءت إثر الإجراءات الأمنية وكذا عملية الشرطة التي نفذتها مصالح الشرطة بولاية غردايا مؤخرا لتضييق الخناق على مرتكبي مختلف الجرائم، خاصة ما تعلق منها بترويج المخدرات، الجرائم المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كذا تشديد الرقابة عبر مختلف نقاط المراقبة وكذا الحواجز الأمنية المنصبة خاصة بمداخل ومخارج المدينة، حيث حققت نتائج إيجابية مؤخرا من خلال حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 5040 قرص من نوع بريكابالين 300 ميلي جرام، أيضا تفكيك شبكة مختصة في ترويج وكذا نقل المؤثرات العقلية عبر مختلف الولايات متحصل عليها أيضا عن طريق التهريب وكذا تنشط عبر ولايات، أين أسفرت عن توقيف 3 أشخاص قدموا أمام الجهات القضائية. عرفت مختلف مراكز محو الأمية على مستوى ولاية تبسة تسجيل أزيد من 3,000 متمدرس، حيث تتواصل المساعي لتخفيض محو الأمية وذلك بإشراك كافة الأطراف المعنية بهذه العملية حسب مدير ملحقة محو الأمية سيد كامل مراح. تغطية الورد مباركة وعمر بوعكاز. على مستوى ولاية تبسة حيث تم تسجيل عدد من الأميين بهذه الفصول والذي بلغ حوالي 3,194، من بينهم 166 ذكور 3,028 إناث موزعين على فصول مستوى أول مستوى ثاني، يؤطرهم حوالي 126 عون موزعين على 3 فئات، فئة أعوان متعاقدين مع الديوان عددهم 108، فئة أعوان عن طريق الإدماج المهني أو في إطار الإدماج المهني 12، وفئة أخرى متطوعين عددهم 6. عدد الفصول الآن على مستوى الولاية هو 25 فصل ريفي، 24 شبه حضري، و 142 حضري. حاولنا باش نغطوا جميع البلديات، لكن هناك إشكاليات مطروحة أمامنا دائما، ليست لهذا العام بل في الأعوام السابقة وما زالت مطروحة ونحاول في كل مرة نعالجها، اللي هي أنه فتح قسم أو فتح فصل من فصول محو الأمية يتطلب 3 عناصر، يتطلب الأميين كفوج، يتطلب الهيكل، يتطلب
المؤطر. احنا نعتمد دائما وابدا على المجتمع المدني، على الجمعيات الناشطة في هذا الميدان لكي يساعدونا. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام الأخبار المحلية، في أمان الله.